أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. حاليا رياح تهب بقوة وخاصة على المناطق الساحلية الشرقية وحتى على المناطق الوسطى، لكن ستقل حدتها إن شاء الله بداية من الجهة الغربية لتليها على المناطق الوسطى. يوم الغد ستشمل المناطق الشرقية أواخر النهار. أما عن حالة السماء، سحب عابرة بدون فعالية على المناطق الغربية تكون أكثر كثافة خلال هذه الليلة وخاصة على الجهة الشرقية، وهذا راجع إلى المنخفض الجوي متمركز بسردينيا بإيطاليا، هو الذي يوجه لنا تيارات غربية تماما نحو المناطق الشمالية وحوض المتوسط. رياح موسمية من أقصى الجنوب جنوب نحو الحدود المالية الجزائرية بدون فعالية، فعليه يوم الغد بحول الله وبعد تلاشي الضباب على الجهة الغربية ستشهد كل هذه المناطق أجواء صحوة، أجواء قليلة الغيوم مع المناطق الوسطى لتزول تدريجيا فسيحة لأجواء مشمسة وصحوة، بينما بقي الاضطراب الجوي على الجهة الشرقية مرفوق بأمطار خلال بداية الصبيحة لتزول تدريجيا. رياح دائما قوية تصل 60 كيلومتر في الساعة على الجهة الشرقية، بالجنوب سحب عالية بدون فعالية على الحدود المالية الجزائرية، وتبقى السماء صافية مستقرة على شمال الصحراء، صحراء الوسطى وحتى مناطق الجنوب الشرقي. درجات الحرارة الدنيا تبقى باردة وخاصة فجر صبيحة الغد على المرتفعات والهضاب العليا الغربية، درجة واحدة فوق الصفر ما بين 10 إلى 12 درجة، وهذا على السواحل. لن تتعدى 8 درجات بشمال الصحراء، 17 درجة كعلى مقياس على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى ستعرف تراجع وخاصة على المرتفعات والهضاب، 10 درجات فقط وهذا كادر مقياس على المشرية، نعامة، البيض، سعيدة، 11 درجة على السطيف تقريبا نفس المقياس على الجلفة، ما بين 17 إلى 19 درجة وهذا على السواحل، 20 درجة بشمال الصحراء، 24 على إليزي تقريبا نفس المقياس على تندوف، 26 درجة على الخط الرابط ما بين أدرار عين صالح تم راسات جانت لترتفع إلى غاية 34 درجة وهذا كأعلى مقياس على أقصى الجنوب. البحر يوم الغد دائما هائج كثير الهيجان وخاصة على السواحل الشرقية، مضطرب إلى هائج على السواحل الوسطى، قليل اضطراب إلى مضطرب محليا على السواحل الغربية. الرياح تأتينا من تيارات غربية جنوبية غربية وهذا على الجهة الغربية، غربية تماما على السواحل الوسطى، شمالية غربية على السواحل الشرقية، سرعتها تصل 70 كم في الساعة وخاصة شرقا. بأمريكا على بعض عواصم أمريكا أجواء ماطرة على فانكوفر، بينما ثلوج في الموعد على موريال، أجواء مشمسة على توبيكا ودالاس. أما عن درجات الحرارة تبقى باردة بتوبيكا مع درجة واحدة لترتفع إلى غاية 24 درجة بميامي مع أجواء متقلبة تقريبا نفس الوضعية الجوية على شيكاغو وحتى على نيويورك وواشنطن وأيضا مكسيكو ولوس أنجلوس. أما درجة الحرارة تصل 21 درجة جنوبا. أما عن وقت غروب الشمس اليوم الغد على مستوى العاصمة ضوحة سيكون في حدود 5:34 دقيقة. عناويننا في الخدمة، شكرا على المتابعة، في أمان الله.